اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من مطبخ اخبار اليوم مع الشيف نيفين عباس وحلويات رمضان. اهلا بيكم، انا الشيف نيفين عباس. النهارده ان شاء الله هنقدم لكم طريقه عمل ام علي. ام علي من الاطباق الشهيره اللي احنا بنعملها في رمضان والمحبوبه للجميع. عندنا المقادير بتاعتها حوالي كوبايتين لبن، واللبن ده كامل الدسم، ومش بنجيب اللبن المعلب، احنا بنجيب اللبن اللي هو اللي من عند اللبان عشان بيبقى نسبه الدسم فيه اعلى. عندنا معلقه او معلقه ونص كده سمنه عشان ندهن بيها طاجن الفخار ده، وممكن تعملي في الطبق البايركس لو انت ما عندكيش فخار. عندنا دي هي ام علي بتتعمل بكذا نوع حاجه، يعني ممكن تتعمل بعجينه الملفي، وممكن تتعمل بالجلاش زي ما انا عاملاه النهارده عشان دي طريقتي، لان الجلاش بيبقى طعمه اخف ومش تقيل قوي زي عجينه الملفي، لان بيبقى الملفي فيه نسبه زبده كبيره جدا، فممكن ايه يعني في ناس ما تفضلهاش، فانا عن نفسي انا بفضل الجلاش هنا، لان الجلاش خفيف وسهل الهضم ايه عكس الملفي. وممكن تتعمل بالرقاق، يعني الموضوع يرجع حسب رغبتك انت. وعندي هنا ده سكر عليه زبيب ومكسرات جوز هند وكده. طبعا المكسرات اللي بتتحط لام علي دي حاجه اختياريه، احنا ممكن نكتفي يعني لو هنعمل الطريقه الاقتصاديه ممكن نكتفي بشويه سكر وجوز هند وزبيب. انا هنا عامله جوز هند وزبيب وسكر وحاطه عليهم شويه سوداني. هنيجي للطريقه، اول حاجه هندهن الفخار، والفخار بتاعنا لازم يكون ناشف مفيهوش ميه، هندهنه بالسمنه كده بالشكل ده كده. بعدين هنجيب المقادير المكسرات والحاجات دي هنحطها هنا على اللبن ونقلبها، او ممكن نعمل حاجة، احنا ممكن نحط اللبن ونقلبها، بس احنا عشان عايزين نذوب اللبن السكر الاول. نحط كده، بسم الله الرحمن الرحيم، هنقلب كده بس لحد ما السكر يدوب. ممكن نحط على الوش شوية قشطة او كريمة لو انت عايزاها تبقى دسمة اكتر من كده. يعني احنا كده اهو دوبنا السكر، هنحط الاول اللي على الجلاش، هنحط الجلاش هنا في الطاجن، وخليه حتت كبيره كده عشان ما يتهراش في النار اهو بالشكل ده كده. نحط اللبن ما نملاهوش على الاخر لان لسه هيغلي في الفرن. ما نحاولش نخلي المكسرات كتير على الوش عشان ممكن تتحرق اهو شكل ده كده. هدخله الفرن على الرف الاوسط على حراره، الحراره المرتفعه العاديه اللي هي اعلى حراره عندك في الفرن، لحد ما يستوي والوش بتاعه يحمر، وبعدين اطلعه افرجك يبقى عامل ازاي. وهنا اهو طاجن ام علي لما طلع من الفرن، انا لسه مطلعاه بعد ما اتحمر، انا عايزه اوريكم شكله اهو عن قرب، بس خلي بالكوا لحسن سخن جدا 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 اهو كده. طبعا ده نسيبه يبرد شويه قبل ما يتقدم لانه سخن قوي محدش يعرف ياكله، وتقدموه بالف هنا وشفا. اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله بكره.